وجود لخطأ ولا وجود لخطأ، والمهدي بن عطية يتصدى وينسيني غلاء. يتمكن من افتتاح النتيجة كاليخان وفوزي غلام، والتمريرة من فوزي غلام والكرة مرفوعة من فوزي غلام من أروع ما يكون، والرأسية من كاليخان. كاليخان يحقق الهدف الأول في المباراة في وقت 80 دقيقة لعب في هذه المباراة، في الديربي ديل سولي، في ديربي الشمس. نابولي لم يكن على أتم الاستعداد، روما كان يأتي فوزي غلام. شاهدوا التمريرة ومليمترية ممتازة من غلام، والرأسية أروع وأحسن لفائدة النابولي. نابولي يخطف الانتصار، يخطف افتتاح النتيجة. ما زالوا 8 دقائق في المباراة، ودي سانتوس غاضب لأنه ما فيش محاصر على كاليخون. هو رومانيولي، هو لاعب رومانيولي، والله